بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بضرورة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكدت الوزارة أنها بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بتفعيل دور المركز بشكل أكبر. الوزارة أكدت أيضا أن المركز ومنذ إنشائه عام 2007 يعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والصحية للأطفال الذين تعرضوا لمختلف أشكال العنف. كما كان ولا زال سباقا في وضع الحلول وتقديم التوجيهات لخدمة المواطنين، وبعين الأب الحريص على أبنائه، وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى ضرورة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سموه الاثنين الماضي، مؤكدا ضرورة أن يحظى الأطفال دائما بالرعاية والحماية. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبأنها الوزارة المسؤولة عن مركز حماية الطفل تؤكد أن المركز ومنذ إنشائه عام 2007 يعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والصحية للأطفال، خصوصاً أولئك الذين تعرضوا لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، إذ يقوم المركز بتوفير وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنشأت هذا المركز لإيجاد البيئة المناسبة اللي تقدم كل الخدمات في مكان واحد في كثير من القضايا اللي تعرض لها الأطفال في إهمال أسري، طبعا يتحولون حق النيابة العامة، وتقترح الباحثة اللي تشتغل هنا النفسية والاجتماعية اللي تعمل بالمركز إنه يتحول حق إيواء ببيت بتلكو. حوالي 16 طفل محول حاليا للإيواء، في طفل حاليا تو رجعناه حق والدينا بعد ان تعدى الوضع الاسره وتعدى الوضع النفسي. صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر شدد ايضا على اهميه اعاده النظر في التشريعات المتعلقه بالطفل لضمان ان تكون العقوبه مشدده ورادعه عند التعرض للاطفال او استغلالهم. قانون الطفل قانون قديم اقرته السلطه التشريعيه في عام 2005. طبعا راجعت مواده وتقدمت بمقترح تدارسته طبعا لجنة شؤون المرأة والطفل في الدور الماضي، وجهزنا التقرير يعني لرفعه للمجلس، ولكن يعني للأسف انتهى الدور يعني الماضي ولم نستطع طبعا رفع التقرير، فإن شاء الله بداية الدور القادم سيتم رفعه. يذكر أن مركز حماية الطفل يستقبل كافة البلاغات المتعلقة بسوء معاملة الطفل والحالات المحولة من الجهات المسؤولة أو الأطفال أنفسهم على الخط الساخن للمركز التابع للمنظمة الدولية لمساندة الطفل، والذي من المقرر أن يتم تفعيله ليعمل طوال 24 ساعة. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان. سعادة الوزير، بداية أهلا بك. المركز سعادتكم يعني أنشئ منذ عام 2007، لو تطلعنا بداية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتفعيله بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. شكرا جزيلا. الحقيقة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان عكست اهتمام ومتابعة سموه بموضوع الطفولة بشكل عام في مملكة البحرين، وركزت على تعزيز إجراءات حماية الطفل وسبل تأمين بيئة صحية وآمنة للطفولة. كما ذكر التقرير يعني في أبرز الأولويات الآن هو مراجعة النظم المطبقة والتشريعات المطبقة بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لإيجاد أي سبل للتطوير لتشديد سبل الحماية اللازمة للطفولة. نعم. والجدير بالذكر أن صاحب السمو أصدر قبل فترة قصيرة قرار بتشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية جميع الوزارات والجهات، وهدف سموه من وراء اللجنة إلى ضمان تكامل
وإجراء التنسيق اللازم بين جميع الجهات في مملكة البحرين لمتابعة مثل هذه أوجه الحماية وضمانها. في سياق ما ذكرت سعادة الوزير، وفي ظل توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون بين الأجهزة الحكومية، هل هناك تعاون بينكم وتعاون يعني مشترك بينكم وبين وزارة الداخلية أو وزارة التربية والتعليم أو الصحة مثلا؟ شكرا على هالسؤال. الحقيقة اللجنة الوطنية للطفولة اللي شكلها صاحب السمو مؤخرا تضم جميع هذه الجهات ووضعت لنفسها يعني استراتيجية واضحة للعمل. يأتي في مقدمتها هناك في البحرين استراتيجية مقررة. الاستراتيجية هذه تضمن حق الطفل في التعليم، حق الطفل في الحماية، حق الطفل في عدم التمييز، حق الطفل في الصحة. ونحن ملزمون تنفيذا للتوجيهات الكريمة بأن نتابع جميع أوجه الحماية في جميع المجالات، وجميع الوزارات الآن تتعاون حيث تم أو تقوم بتقديم تقارير دورية بآخر المستجدات وآخر الحاجات أيضا للتطوير لتنفيذ الاستراتيجية بصورة صحيحة. عندنا يعني أشرت في التقرير إلى مركز حماية الطفل. مركز حماية الطفل كما ذكروا الأخوة في التقرير يقوم بدور رائد في المنطقة، وهو حصر جميع حالات الإيذاء أو الاعتداء أو سوء المعاملة، ويتم معالجتها في مركز متخصص لا يعني يؤدي إلى اختلاط الأطفال في مراكز الشرطة أو المحاكم بشرائح أو فئات أخرى. هذا المركز يضم تربويين ويضم أخصائيين نفسيين ويضم ممثلين عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التربية، ويقوم بمتابعة هذه الحالات بصورة حثيثة مستمرة سواء أثناء الدراسة في المدارس أو أثناء وجودها داخل بعض الأسر التي يتعرضون لبعض الإهمال أو بعض سوء المعاملة. حقيقة أن البحرين يعني اتخذت بعض الخطوات، وإن شاء الله في ضوء التوجيهات الكريمة لصاحب السمو تتخذ المزيد من خطوات الحماية والمزيد من خطوات العناية بالطفولة. إذن سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.